السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم زهرة من قناة تعلم مع زهرة أو لين ويد زهرة. إن شاء الله تكونوا كامل صافا وكامل بيان. وانتم راكم تبوا في هذا الفيديو تاع اليوم. قبل ما نبداو هذا الفيديو ما تنساوش تابوني في الانستغرام تاعي ستاي بوزيتيف، خلي لكم صورة على شاشة الفيديو والرابط أسفل الفيديو في صندوق الوصف. ولا تنساو زيارة قناتي الثانية ستاي بوزيتيف، نخلي لكم رابط أيضا في صندوق الوصف وصورة على شاشة الفيديو. ولا تنساو الإعجاب بالفيديو وتضعوا له لايك والإعجاب بالفيديوهات اللي في القناة تاعي الثانية ستاي بوزيتيف. تحطوا لنا كامل لايكات و ان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو. ما تنساوش تشتركوا في القناه بالضغط على زر سبسكرايب اسفل الفيديو الاحمر، ولا تنسوا تفعيل الجرس يصلكم كل ما هو جديد في القناه. اذا فيديو اليوم سيكون عن اختبار في العلوم، في ماده العلوم الطبيعيه للسنه الثالثه متوسط الجيل الثاني مع الحل النموذجي والمفصل. لذلك ما تنساوش تحطوا لنا لايك للفيديو وتنشروه كامل في صفحات الفيسبوك ولا مع اصدقائكم. إذا أول حاجة تقرأوا الموضوع المقترح وتكتبوا الأسئلة للمحاولة في قبل الإطلاع على الحل النموذجي والمفصل. يعني هذا الموضوع تاع العلوم السنة الثالثة كان متوسط بالحل النموذجي والمفصل. إن شاء الله يعجبكم الفيديو وقولوا لي ولا نكمل في دروس واختبارات وفروض السنة الثالثة متوسط تحت في التعليقات. نقول لكم مشاهدة ممتعة وشكرا لكم.